السياسة الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية. صديقنا العزيز، أرحب بكم هنا في مصر وأتمنى لكم إقامة طيبة، كما أرحب بوفد الاتحاد الأوروبي. السيد جوزيف بوريل تشرف بالأمس بمقابلة السيد رئيس الجمهورية وقعنا لقاء هاما وتم خلاله تناول مسار العلاقات الثنائية وأيضا العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الحرب المستمرة في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية وأيضا عدد من الملفات الإقليمية الأخرى. اليوم استقبلت الصديق العزيز جوزيف بوريل والتقينا سويا، ثم انضم إلينا وفد البلدين. خلال هذه اللقاءات نقلت شكر وتقدير مصر للسيد جوزيف بوريل على مواقفه الشجاعة ومواقفه المحترمة التي تدعم دائما المبادئ السامية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا لميثاق الأمم المتحدة، فنشكر له هذه المواقف المبدئية له فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما ذكرت، تحدثنا اليوم بشكل مفصل ومطول عن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعربنا عن ارتياحنا المتبادل لما وصلت إليه هذه العلاقات من نقلة نوعية هامة حينما تم التوقيع على الإعلان المشترك من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هنا في القاهرة في شهر مارس الماضي، بترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية والشاملة بيننا. وتحدثنا عن التعاون في المجالات الست التي تم تضمينها في هذا الإعلان المشترك، كما أعربنا عن رضاءنا البالغ أيضا للمؤتمر الاستثمار الأول الذي عقد بين مصر والاتحاد الأوروبي وافتتحه فخامة الرئيس السيسي مع السيدة فون دير لاين رئيسة المفوضية، وأسفر عن التوقيع عن أكثر من 29 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 49 مليار يورو في مختلف مجالات التعاون وقطاعات التعاون، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتصنيع والأدوية والزراعة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تحدثنا عن مصر باعتبارها مركز رئيسي لتداول وإنتاج وتصدير الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة. تحدثنا عن مشروعات الربط القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء من خلال اليونان أو من خلال إيطاليا لتزويد الاتحاد الأوروبي بالكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تحدثنا أيضا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها هنا في مصر وتنفيذها في مصر للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي، والذي يرغب في استيراد أكثر من 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من دول العالم وفي مقدمتها مصر. تحدثنا عن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بيننا. تحدثنا أيضا عن تنفيذ الإعلان المشترك، خاصة فيما يتعلق بعقد قمة كل عامين بين الجانبين المصري والأوروبي برئاسة فخامة الرئيس السيسي من الجانب المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية ومعها رئيس المجلس الأوروبي من الجانب الأوروبي. تحدثنا أيضا عن
دفع الاستثمار وتطويره من خلال استخدام آلية ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص الأوروبي في تعزيز استثماراته في مصر. تحدثنا بشكل مفصل عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الخاصة بالحزمة التمويلية التي تم إقرارها بإجمالي مبلغ 7.4 مليار يورو، منها 5 مليار يورو كدعم مباشر للموازنة المصرية على شريحتين، وإن شاء الله سيكون تنفيذ الشريحة الأولى في المستقبل القريب جدا. كما تحدثنا عن مجموعة من القضايا الإقليمية، بالتأكيد الأزمة في غزة وفي الضفة الغربية استحوذت على الجانب الأكبر من النقاش، وتحدثنا عن ثوابتنا فيما يتعلق بأهمية القصوى لوقف العدوان وللتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وصفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين. تحدثنا أيضا عن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. تحدثنا عن الأهمية البالغة لمنع التصعيد سواء كان في الضفة الغربية أو في لبنان أو في المنطقة بأسرها والحيلولة دول انزلاقها إلى أتون حرب إقليمية، وهو ما يتطلب وقف العدوان في غزة باعتبار أن هذا هو الأمر الأهم. تحدثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولة الفلسطينية وإقامتها في أسرع وقت ممكن على حدود وفقا لوجهة النظر المصرية حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا أيضا عن الأزمة الإنسانية والكارثية في السودان الشقيق، وتحدثنا أيضا عن الأوضاع في اليمن وفي منطقة البحر الأحمر. تحدثنا باستفاضة أيضا عن الأزمة في ليبيا وأيضا عن الوضع في منطقة القرن الإفريقي والعلاقات بين المتوترة في هذه المنطقة نتيجة لما أقدمت عليه إثيوبيا من التوقيع على مذكرة تفاهم غير شرعية مع كيان انفصالي يهدد وحدة وسلامة الدولة الصومالية. يعني كان هناك نقاش مطول وتوافق في الرؤى بيننا، وكان هناك تقدير كامل من الجانب الأوروبي من جوزيف بوريل للدور القيادي الذي تطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة للغاية، وسوف نستمر في التشاور المشترك لأن هناك علاقة الآن استراتيجية وشاملة ونعمل على تنميتها وتطويرها، وهناك إرادة سياسية ورغبة مشتركة من الجانبين في تطوير هذه العلاقات بما يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة. مرة أخرى أشكر صديقي جوزيف بوريل على زيارته، فليسمح لي بأن أعطيه الكلمة. شكرا جزيلا سيادة الوزير. أولا أهنئكم على منصبكم الجديد، فلقد بذلتم الجديد حينما كنتم سفيرا في بروكسل لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إنني على ثقة بأنكم ستواصلون على هذا الدرب. كنت في القاهرة قبل عام تقريبا،
interaction between the وكانت هناك تبادلات عديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على أعلى مستوى. ومنذ زيارتي السابقة وكما شرح معالي الوزير فإن العلاقات تشهد نموا حتى وصلت إلى مستوى استراتيجي هام، ولكن للأسف الشديد فإن التدهور مستمر في الإقليم مما يؤدي إلى المآسي الإنسانية والمخاطر الأمنية، ليس فقط ما أشرتم إليه بالنسبة لفلسطين، ولكن هناك أيضا ليبيا في الغرب والسودان في الجنوب كما تفضلتم بالإشارة. إنني أعبر عن تقديرنا للعلاقات الهامة الثنائية بيننا وبين مصر. لا أستطيع أن أفصل كثيرا في التفاصيل، إن الأزمات تمثل خطرا مباشرا لكل من مصر وللأمن الأوروبي كذلك. لا يمكن إيجاد حل لا تدعمه مصر، وإنني أوجه لكم الشكر على كل جهودكم في هذا السياق، ولكن هناك مشاكل تظهر دائما، وبالطبع هناك معسكرات اللاجئين في غزة، وهناك هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وجرحي أكثر من 60. إنني أرفع صوتي ضد هذه الأشياء. هناك قوانين تحكم الحروب، للأسف لم يتم تنفيذها. أما بالنسبة للعلاقات بين جانبين فلقد تباحثت معكم، وهناك صفقة أعلنت في شهر يونيو وسيتم تنفيذها، ومؤتمر الاستثمار الناجح الذي وقع فيه حوالي 30 اتفاقا بما ينتج عن استثمار أكثر من 50 مليون يورو. نساعد على تنفيذ هذه الاتفاقات بما في ذلك الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالطبع نحن نتأثر بما تنفقونه في مواجهة ما يحدث من جانب الحوثيين. وبالطبع نحن ننظر باهتمام بالغ إلى كل ما تتطلبه المساعدات في هذا الصدد. كذلك هناك جهود تبذلونها مقدرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، لا بد من العمل على تحسين وضع الإنسانيين. ولقد قدمنا لكم الدعم الكامل، لكم لمصر وكذلك لقطر وللولايات المتحدة، في محاولة للسعي إلى وضع اتفاق لوقف إطلاق النار تم إعلانه مرارا وتكرارا، ويبدو نكاد نصل ولكننا لا نصل، ونبحث عن السبب. ما هو السبب؟ وهو بسيط جدا، لأن هؤلاء الذين يشنون الحرب لا يهتمون إطلاقا بوقف أو وضع نهاية لهذه الحرب. إنهم يتظاهرون ويتظاهرون لأنهم يتشبثون ويتمتعون بحصانة، ويبدو أن تطبيق القانون الدولي مهمل، والمؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وأحكامها مهملة. إذن ما هو الحل؟ إلى أي اتجاه نسير؟ سنواصل دعمكم بحثا عن وسيلة لوقف لإطلاق النار أولا، وتحرير المحتجزين، وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على إيجاد الحلول السياسية. تلك هي أهدافنا أولا، وبالطبع علينا أن نطلق
مسارا ولا نرتكز على حدة وحيد. علينا أن نواصل العمل يوميا مع كل الراغبين في إيجاد حل وأن نبحث عن الشخص المناسب بحيث يعملون على إيجاد حل. لقد عبرنا عن التزامنا الكامل بمساعدة الذين يعيشون في غزة وكل المبالغ التي نقدمها لا نعتبرها كافية. لقد عدت من منطقة رفح وتأثرت جدا بكل ما يحدث هناك. هناك مساعدات هائلة موجودة وتحمل المساعدات والإمدادات الإنسانية التي ينتظرها الناس على الجانب الآخر من الحدود، وعربات الإسعاف من الهلال الأحمر تريد أن تتحرك لتقديم المساعدة للمحتاجين إليها. هذه أمور لا يستطيع المجتمع الدولي أن يتحملها، ولذلك فإنني أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يناقش ما يجب أن يفعله لمعالجة هذه المواقف. وبالتأكيد فلقد تحدثنا عن الموقف في السودان، وإنني أدرك تماما أهمية الوضع في السودان للاقتصاد والمجتمع المصري. سمعت أن عندكم ربما 1,000,000 شخص يسعون إلى اللجوء في مصر ويمثلون ضغطا اقتصاديا على مصر، وأفهم جيدا أنكم تبذلون جهدا كبيرا لدعم هؤلاء الناس، ونحن أيضا علينا واجب لمساعدتهم. وكذلك فقد تناولنا الموقف في الصومال ومشاركة مصر في البعثة العسكرية التي تكونها الأمم المتحدة حفاظا على الأمن وسلامة هذه الأراضي. إجمالا سيادة الوزير، فالوقت والحلول الوسط وعدم التصعيد يجعلنا نعتقد أنكم في قلب هذه المواقف الصعبة، وبالطبع إننا واثقون من قدرتكم على معالجة هذه المواقف. نحن سعداء بوجودنا هنا، وسنواصل مناقشة أفضل السبل لمعالجة هذه المسارات وأن نعمل ونكافح وصولا إلى الاستقرار والسلام. هذا هو اهتمامنا الاستراتيجي من جانبكم ومن جانب من جانبنا، ونوجه لكم شكرا جزيلا على ما تبذلونه. One question. استاذ شريف عبد الحميد، جمهورية. سؤالي لمعالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي، انه في ظل الزخم الواضح في العلاقات المصرية الأوروبية مؤخرا، والذي تجسد بالتوقيع على الإعلان السياسي بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وانعقاد المؤتمر الاستثماري وحزمة الدعم التمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر، ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال المرحلة القادمة من خطوات إضافية على مسار تعزيز تلك الشراكة؟ وهل يمكن أن نرى ترجمة عملية لذلك في مبادرات أو تحركات سياسية مشتركة لحلحلة أزمات المنطقة المتفاقمة؟ شكرا جزيلا. طبعا نتوقع الكثير، نتوقع التنفيذ، نتوقع ما تم الاتفاق عليه أن يتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، خاصة فيما يتعلق بالحزم التمويلية في ظل الأعباء الجسيمة التي تتحملها مصر، سواء من خلال فقدان جانب كبير من عائدات قناة السويس، سواء من خلال استضافة أعداد غفيرة من الضيوف على الأراضي المصرية، سواء أيضا فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة لدى الاقتصاد المصري. فنتوقع الكثير فيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتحويل الأموال المتفق عليها. نتوقع أيضا أن احنا
نتواصل في التشاور والتنسيق المشترك في طرح مبادرات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نتوقع أيضا موقف داعم لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، وهو ما تم تناوله في المباحثات بشكل متعمق، خاصة في ظل المواقف المتعنتة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بالسد الإثيوبي. هناك أيضا نتوقع ونعمل على مواقف أوروبية متقدمة فيما يتعلق بإدانة هذا العدوان الغاشم واتخاذ إجراءات محددة لوقف هذا العدوان الغاشم على أهلينا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هناك انتهاكات سافرة تحدث على الأرض، ولا بد من وقفة، لا بد من إنفاذ القانون الدولي وأيضا احترام ميثاق الأمم المتحدة، وإلا كما يردد الكثيرون في الشارع المصري والعربي بأن هناك ازدواجية للمعايير وعدم تطبيق للقانون في كل الأزمات التي تواجهنا. شكرا جزيلا. أستاذنا تامر نصرة العربية. السؤال للسيد بوريل، بالأمس في رفح ذكرت أن قدراتكم محدودة في الضغط على إسرائيل، أستخدم كلمتك بدقة، our capacity is limited، هذا ما قلت. لم نكن نتوقع أن نسمع هذا من الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى كم العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بينكم وبين إسرائيل، بين دولكم وبين إسرائيل. فهل هذا ما تنون أن تقولونه عندما تعبرون الطريق لوزراء الاجتماع وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية؟ هل هذا أيضا ما تنون أن تقولونه في لبنان عندما تصلون إلى هناك؟ مجرد أمنيات طيبة وإدانات؟ شكرا. Well, nobody can say that what we are doing لا أحد يستطيع أن يقول إن ما نفعله يتوقف على التمنية الطيبة. نحن أكبر داعم للقضية الفلسطينية وأكبر مقدمين للمساعدات المالية في غزة، وهكذا لا يتوقف الأمر على التمنيات الطيبة. أنتم تعلمون أن هذه مطالب قوية والدول تختلف في مواقفها، وعلينا في الاتحاد الأوروبي أن نقدم ما يمثل مجموعة الدول، ولكن بالطبع هذا لا يعوق قدرتنا على العمل بأقصى قدر. لا يمكن أن ينكر أحد ما فعله الاتحاد الأوروبي دعما للقضية الفلسطينية وللموقف الإنساني في غزة. ولذلك أرجو ألا تقولوا أننا نقدم التمنيات الطبية فقط. أرجو أن تراجعوا عدد الطائرات التي تحمل المعونات المقدمة إلى غزة. هل هناك أي طرف آخر يقدم أكثر منا؟ شكرا جزيلا. Thank you very much.